ما معنى الله الصمد؟ نحن دائما نقرأ لا سيما في الصلاة سورة الإخلاص، سورة التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد لها أكثر من معنى في لغة العرب. تأتي الصمد بمعنى لا جوف له، الذي لا يكون له جوف يكون صمدا. لا جوف له يعني عم نقارب فكرة المجرد، لأن الذي له جوف يكون مركبا. ونحن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو مجرد، لأن الله تعالى كما يثبت العقل إضافة إلى النص، الله تعالى غني، والغني لا يحتاج إلى شيء. فإذا كان لا يحتاج إلى شيء يعني هو ليس مركبا، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، فإذا هو ليس جسما لأن الجسم مركب، يعني هو لا جوف له. يعني الصمد بهذا المعنى نأخذها إلى معنى يتعلق بالذات الإلهية، بأنها مجردة ولا جوف له. في معنى آخر للصمد هو الذي يحتاج إليه الجميع وهو لا يحتاج إلى أحد، فيكون الملجأ إلى الجميع. صمدت إليك يا رب، صمدت إليك، التجأت إليك، لأنك المرجع إلى الالتجاء، لأنك المرجع إلى لجوئنا كلنا إليك، بحيث كلنا نلجأ إليك وأنت لا تلتجئ إلى أحد، لا تلتجئ إلى أحد. وهذا المعنى معنى عميق على المستوى الروحي والمعنوي. فنحن نقول لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يا رب أنت أحد، لا واحد، الواحد له اثنان بينما هو أحد لا تثنية له، أنت أحد وأنت الأحد، إليك نرجع، إليك نلتجئ، ولا نلتجئ إلا إليك، وأنت لا تحتاج أن تلتجئ إلى أحد، فمرجعنا إليك، إنا لله وإنا إليه راجعون.